اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره والرئيسيه النهارده، وزي ما وعدناكم في بدايه الحلقه احنا عندنا حدث كبير مهم جدا النهارده في اليوم ال48 للعدوان الاسرائيلي واللي يعني القصف الجنوني غير الانساني على قطاع غزه، انه حصل هدنه انسانيه، وهذه الهدنه اعلنت من القاهره ومن قطر اللي كانوا الدولتين الرئيسيتين مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوساطة بين دولة الاحتلال والمقاومة ممثلة في حركة حماس من أجل إقرار هدنة إنسانية. وحضراتكم عارفين أنه تم الموافقة على الهدنة من قبل حركة حماس ليلة الثلاثاء أول امبارح، ثم فجر الأربعاء أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على الهدنة أيضا. هذه الهدنة باختصار قبل ما نروح لضيفنا الكريم تشمل عدة بنود، هي ستبدأ غدا تطبق من الساعة 7 صباحا بتوقيت غزة اللي هو توقيت القاهرة أيضا، وهتتضمن 4 أيام من إيقاف شامل لإطلاق النار في كل مناطق قطاع غزة، بتتضمن أنه كمان الطيران الإسرائيلي سواء الحربي أو الاستطلاع المسير يتوقف تماما جنوب قطاع غزة، ويتوقف 6 ساعات فقط من 10 صباحا إلى 4 بعد الظهر في شمال غزة يوميا. تتضمن دخول مئات من الشاحنات لتحمل الوقود، وقود 4 شاحنات على الأقل يوميا، وقود وغاز، وهناك أيضا 200 على الأقل شاحنة بتحمل أغذية ومواد طبية وغيرها توزع في كل القطاع مش في الجنوب فقط. النقطة التالية وهو أنه يسمح وبدون تعرض لأحد من سلطات الاحتلال، تعرض هنا مش بس القصف أو الضرب بالأسلحة النارية، لكن مجرد التعرض لأي منتقل من شمال غزة إلى جنوبها من الأشقاء الفلسطينيين. دي يعني المعاني الرئيسية. كل يوم هيتم تسليم وتسلم من الجانبين عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل من السيدات والقصة الأقل من 18 سنة وعدد عدد من الإسرائيليين من نفس الفئة، مقابل كل إسرائيلية أو إسرائيلي هيبقى في 3 فلسطينيين. القاهرة، وده خبر مؤكد، تسلمت بالفعل قائمة أول يوم من الجانبين. الجانب الفلسطيني سلم القاهرة السلطات المصرية قائمة فيها 13 اسم لسيدات وقصر أولاد من الإسرائيليين. الجانب الإسرائيلي سلم القاهرة 3 أضعاف هذا العدد من السيدات والقصر الفلسطينيين المحبوسين لديه. إجراءات التسليم والتسلم والمكان والزمان كل هذه ستترك للتفاصيل. أنا يعني عملت هذه المقدمة وليعذرني ضيفي الكريم صديقي العزيز اللي بنرحب بيه الأستاذ الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير الأكبر في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ زين. دكتور، تعليقك ايه على الهدنه بدءا في اليوم ال48؟ يعني قرايتك اللي انا يعني بثق فيها، القرايه التحليليه للمشهد كله، والهدنه طلعت فجاه كده. انا حتى اللحظه الاخيره والحديث عن الهدنه لم اكن اصدق انه يمكن عمل هدنه. ليه بقى؟ لان التصريحات الاسرائيليه الفجه والعنيفه والمبالغه يعني في ضروره القضاء على حماس، ولا تفاوض مع ولا هدنه ولا وقف اطلاق النار قبل اطلاق سراح الرهائن بدون قيد او شرط، وتراجع عنها نتنياهو كانها لم تكن، وسبق ان تراجع ايضا في عن صفقات كانت على وشك الاكتمال بسبب ضغوط في الكابينيت والوزراء الإسرائيليين الذين كانوا يعارضون هذه الصفقات. لكن الآن تغير الموقف بعد، وذلك طبعا بسبب أنا في اعتقادي صمود المقاومة وتعثر إسرائيل في تحقيق الأهداف المعلنة بعد ما يفوق أو بعد 48 يوما من القتال الضرب الشرس والعنيف والإجرامي سواء لغزة أو لحماس أو المقاومة الفلسطينية. طب لا، في سياق كلام حضرتك انا لفت نظري امبارح في المؤتمر الثلاثي اللي عقده بنيامين نتنياهو مع يوآف جالنت ومع بني جانس، والثلاثه اتكلموا في موضوع الهدنه. الكلمات الاولى يعني فيها قدر من محاوله التماسك، لكن في اجابه عن سؤال بنيامين نتنياهو انفلتت اعصابه وقال ما معناه ان ده كان من قرار صعب عليا جدا ان انا اخده، وانه كان الموضوع يعني مش مؤهل له. يا ترى كان توقعات يعني الثلاثي، هذا الثلاثي القاتل، من القصف اولا، ثم من الدخول البري، علما بانه الساده المشاهدين يبقوا عارفين نصيب كل مواطن في غزه حتى اللحظه حوالي 25 كيلو من القنابل. نعم. الثلاثه الذين تتحدث حضرتك عنهم، وزير الدفاع وبني جانس ونتنياهو، هؤلاء كان يراودهم الامل والحلم بقدره اسرائيل على تحرير الاسرى بالقوه، قياسا على بعض السوابق يعني في عمليه عنتيبي او ما دون ذلك. لكن ازاء الوضع الراهن في غزه لم تتمكن لا المخابرات الإسرائيلية ولا على فكرة مخابرات المركزية الأمريكية ولا صحيح. غيرها من المخابرات، لأنه كلهم لديهم نفس الهدف، الكشف عن مكان الرهائن وتحريرهم من القوة. لكن خاب هذا الأمل واكتشفوا عجزهم عن معرفة أماكن الرهائن، وفي نفس الوقت أيضا أن هناك ضغوط داخلية على الحكومة لتحرير الأسرى ولإعطاء هذه القضية الأولوية على ما عداها، لأنه أهالي الأسرى كانوا مع تبييض السجون كما أعلنت حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ومع ذلك ظلت هذه الحكومة تصورت أنها عن طريق القتل والتدمير والتخريب وجرائم الإبادة والعقوبات الجماعية أنها بمقدورة أن تصل إلى مكان هؤلاء الرهائن، وهذا لم يحدث. عظيم. طيب أنا بس وبالمناسبة أن نتنياهو ليس الوحيد الذي قال أن هذا أخطر، أن هذا كان صعبا علي. بني جانس صرح قائلا أنه أصعب قرار صحيح. اتخذته في حياتي طوال 40 عاما. صحيح صحيح. قبول الصفقة. هستأذنك، معانا صديقنا وصديقك الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على التليفون. مساء الخير دكتور أيمن. مساء الخير دكتور العزيز. بيحييك الدكتور عبدالعليم محمد في الاستوديو هنا. تحية للدكتور محمد الدكتور محمد ولكل السيدات والسادة المشاهدين المتابعين الكرام. أنا أحدثك الآن ليس بصفتك محللا سياسيا وأستاذ العلوم السياسية، باعتبارك فلسطيني يعني الانتماء والهوى والنضال والقدر، وأنت يعني سجنت في سجون الاحتلال، وأنت يعني تعرف بلادك كما لا نعرفها نحن. هل توقعت يوم تاني يوم ل7 أكتوبر أو بعد ساعة أن تصل إسرائيل ومع المقاومة إلى هدنة بهذا الشكل؟ لا بالتأكيد لا، يعني صحيح بعد نتيجة طبعا حالة الاحتقان التي أعلن عنها الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب، إصراره على أنه هذه الحرب لن تنتهي إلا بإنهاء المقاومة بشكل كامل وحماس بشكل خاص في قطاع غزة، وهذا يعني أنه استمرار الحرب إلى شهور وليست إلى 47 يوم، وحتى لحظة بنتحدث عن تهدئة. ولكن الاحتلال كما تحدثت وتحدث الدكتور محمد طبعا على موضوع استمرار الحرب، يعني الحرب هذه هدنة 4 أيام ثم سيعود مرة أخرى، وبالتالي الاحتلال يعني لا يؤمن طبعا جانبه، وهو في حالة خداع دائم، وبالتالي متوقع أي شيء يفعله خلال الأيام القادمة، خاصة أنه نحن متوقع أنه بعد أن يتمكن من الحصول على كل أسرى الموجودين في غزة، ليس فقط المدنيين النساء والأطفال أيضا لاحقا جنوده، فأنا أعتقد سيكون شراسة أكبر في قطاع غزة الهجوم على قطاع غزة، خاصة أنه طبعا بعد التقرير الإسرائيلي تحدثت عن الاحتلال ينوي خلال طبعا الفترة القادمة ضرب غزة الأمطار غزة بالغاز السام أو حتى بمضخات مياه مالح من البحر، وقد أحضر القنابل الاسفنجية لإغلاق فوهات طبعا بعض الأنفاق، ولكن كل ذلك أجل لأنه خشية أن يكون أسرى داخل هذه الأنفاق، وبالتالي الخشية أنه بعد أن يتمكن من إطلاق سراح كل أسرى أن ينفذ هذه العملية الجبانة ضد المقاومة في قطاع غزة، وهذا بتعرفوا جميعنا نتابع ذلك ونخشى أنه في لحظة حاسمة يفعل ذلك، خاصة أنه الخطة الأمريكية كانت تتحدث على إطالة أمد الحرب حتى ينضب سلاح المقاومة ثم يكون هناك هجوم على غزة. ولكن كانت هناك وجهة نظر أخرى بضرورة أن طبعا من قبل جانب الاحتلال الإسرائيلي أن لا يترك الأمر طبعا حتى ينضب ذلك، وهذا يعني أنه قد تخرج المقاومة لاشتباكات وتوقع خسائر أكثر في طبعا في صفوف جيش الاحتلال. لذلك كان القرار بأن يتم الهجوم على غزة في حينه وعدم الانتظار حتى طبعا تفتقر المقاومة للذخيرة والأسلحة. لكن اليوم أنا أعتقد أنه الاحتلال يتجهز لما هو قادم، وهو أسوأ للأسف على الشعب الفلسطيني. نتمنى لا يحدث بصراحة، لكن بقراءة لما يتم التخطيط له بعد أن تنهى صفقات تبادل الأسرى قد يحدث طبعا ما لا نحبذه نحن. طيب في هذا السياق وفي نفس السيناريو اللي حضرتك بتطرحه، وهاخد رأي الدكتور عبدالعليم بعد قليل. احنا لدينا كما أعلن من الجانب الإسرائيلي على الأقل أن هناك 240 تقريبا محتجز وأسير لدى المقاومة، نتحدث عن 50 سيخرجوا منهم من السيدات والأطفال. لا أعرف إذا كان هناك عدد مماثل لهم على الأقل من المدنيين، يعني نتحدث عن 100، هيفضل 140 من العسكريين. هل يجرؤ الاحتلال على هذا السيناريو، السيناريو الكارثي اللي تتحدث عنه بهذه الأسلحة وجنوده موجودين لدى المقاومة، ولا هو هيبيض السجون مقابل هؤلاء قبل أن يشرع في هذا العدوان؟ يعني حتى أرقام عدد المدنيين والعسكر لدى المقاومة الاحتلال لا يعرف بالضبط، حتى صحيح. المقاومة نفسها لا تعرف أنه في جزء موجود عند مدنيين مواطنين عاديين موجود لديهم أسرى. الرقم اللي سلم الكشف الأسماء اللي سلم يوم خلال مفاوضات الجانب المصري هو قرابة 78 اسم، وقيل في حينه في الإعلام العبري كما نتابع أنه العدد قد يصل إلى 100. طب أين كشف أسماءكم؟ لا توجد. كشف الأسماء اللي سلم لاحقا 50، جزء موجود عند حماس، لذلك الأعداد سيفرج على دفعات. جزء مش موجود عند حماس سيتم تجميعه من باقي الفصائل، وكما شرط قد يكون عند مدنيين. المهم دكتور أن نتحدث أنه حتى عدد العسكر الموجودين في غزة، الإعلام العبري تحدث في اليوم الثاني للحرب أن عدد من فقد الاتصال بهم هم 204 صحيح في قطاع غزة. إذا دخل قطاع غزة 204 بين قتيل طبعا وحي من جنود وضباط. هل هذا الرقم هو الأدق لدى الاحتلال؟ إذا الرقم أكثر من 140 عسكري، والرقم أكثر من 300 أسير أو 240، العدد قد يتجاوز 300. غير الجنوب في عندنا كمان مشكلة ثانية في مزدوجي الجنسية، يعني سنجد أمريكي وهو إسرائيلي يعني يحمل الجنسيتين، أو فرنسي وإسرائيلي، أو روسي وإسرائيلي. هؤلاء يعني سيتم التعامل معهم حسب الاتفاق أنهم أجانب، وسيتم إطلاق سراحهم أيضا في دفعات الأولى، قد يطلق سراحهم غدا أو بعد غد، لكن بدون مقابل. الحديث الأخطر كما أشرت أنه بالفعل يتم تبييض السجون، لأنه مفاد على سبيل المثال وزير الحرب الأسبق في دولة الاحتلال نصح نتنياهو بأن يطلق سراح كل الأسرى ويأخذ جنوده وضباطه ثم يعتقلهم أو يغتالهم، وبالتالي هو ليس صعب. يعني بنتحدث أنه خلال فترة الحرب هو اعتقل 3000 صحيح، في حين أن كل ما كانت السجون قبل ذلك 5500. يعني لو استمر في اعتقاله أيضا بعد أقل من شهر سيكون أعاد كل من أطلق سراحه، ولا توجد ضمانات، لأنه حتى في صفقة شريط كان هناك ضمانات ولم يلتزم بها، وبالتالي وارد يعني يتم إطلاق سراح كل الأسرى ثم يعيد اعتقالهم مرة أخرى أو اغتيالهم إن كانوا وصلوا غزة أو حتى بجين، لأنه حتى الاغتيالات بدأت في الضفة الغربية تأخذ منحنى آخر. هذا وارد في الحسبان. وبعد أن يتم إطلاق كل أسرى من ضمن جنوده وضباطه وتبييض السجون قد يفعل فعلاته اللي تحدثنا عنها، واللي للاسف الشديد يشاركوا في هذا التخطيط الولايات المتحده الامريكيه. طيب هروح بالنقطه دي للدكتور عبدالعليم. طبعا انت كيف ترى هذا السيناريو اللي بيطرحه الدكتور ايمن، وطبعا السيناريو يعني نقول الاسوأ. هل لو صرنا مع هذا السيناريو وتم في الفعل اخراج كل المحبوسين الرهائن او المحتجزين والاسرى الفلسطينيين، وهل هناك شقين لما يقول الدكتور أيمن؟ الأول أن إسرائيل ستستخدم أسلحة جديدة بعضها غير مسموح به دوليا في قطاع غزة، اثنين هتعيد الاعتقال. هل إسرائيل هتكون بعد كل التطور على الصعيد الدولي وخاصة الإنساني وتجمع الرأي العام في العديد من الدول ضدها وكذلك من الدول، هل هتكون حرة ومطلقة السراح لفعل هذا؟ لا أعتقد أنها مطلقة السراح في مثل هذه الاختيارات. هي مقيدة أولا وقبل كل شيء بورقة الأسرى. طب إذا خرجوا لدى حاجة لن يخرجوا الآن على الأقل لا. فيما يتعلق بالعسكريين. يعني تظن أن المقاومة أنا أظن أن المقاومة ستحتفظ بالعسكريين إلى أقصى فترة ممكنة، وفي نفس الوقت لتحقيق أهداف قد تكون أكبر من مجرد هدنة صحيح. حتى ترتفع اليد العسكرية تماما عن غزة. نعم، لأن بين هؤلاء الأسرى يقال أن هناك رتب عسكرية كبيرة، يعني عميد أو كولونيل أو ما دون ذلك، ويعني وفي نفس الوقت أيضا أن هناك ضغط إسرائيلي داخله لا يمكن لحكومة نتنياهو أن تتجاهله. يعني أهالي الأسرى استطاعوا أن ينظموا أنفسهم ويقوموا بمظاهرات شبه دورية أمام الكنيسة، أمام منزل نتنياهو، ويطالبون رئيس الوزراء بصفته يعني أن يحمي المواطنين من إعطاء الأولوية للإفراج عن أبنائهم، وأن هذه الحرب وهذا العنف الذي يستخدمه في غزة من شأنه الإضرار بالأسرى ومصير الأسرى. وفي نفس الوقت أيضا أنه بعد الفضيحة العالمية لجرائم الإبادة وجرائم العقاب الجماعي وحركة الرأي العام الدولي بما فيها في واشنطن وباريس ولندن وغيرها من العواصم التي أيدت السردية الإسرائيلية والتي لا تزال حتى الآن تؤيد عدم وجود وقف إطلاق النار وتطالب بهدنة صغيرة. كل هذه العناصر عناصر ضاغطة على القرار الإسرائيلي وعلى الحكومة الإسرائيلية، فبالتالي أن مثل هذه القرارات والإمكانيات هي غير مستبعدة، لكنها صحيح. أنا أقول أنها مقيدة. طيب دكتور أيمن، أنا عارف أن حضرتك عندك التزام الآن، لكن سؤالي الأخير وهو في نفس السياق ما قال الدكتور عبدالعليم، أنه ربما تكون المقاومة واعية بالسيناريو اللي حضرتك بتذكره، وهو أن تبييض السجون الإسرائيلية غير مضمون أن لا تعود فتمتلئ، وأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خاصة العسكريين سيعطي المحتل حرية الحركة. فهل، وأنه خاصة المثال اللي قدامنا القديم جرعات شريط حوالي 5 سنوات ونصف وهو في الأسر، هل المقاومة على الأرجح ستفرج عن المدنيين وستبقي على العسكريين لحين رفع القبضة العسكرية الإسرائيلية تماما عن القطاع؟ يعني تحدث الدكتور عبد العليم في جزئيه مهمه، ولكن انا اعتقد يعني انه لا، هناك ستفرض طبعا شروط العبور، لا توجد رفاهيه احيانا في دكتور في المفاوضات في هذا الامر. يعني ما يطرح الان حتى سيناريو بعيد عن الكواليس، تفكيك سلاح المقاومه وان تعلن المقاومه انها طبعا تسمح بان تفكك سلاحها وبالتالي تنفع الرايه، هذا ما يريده الاحتلال، وهذا الامر صعب الان. لكن انا اتوقع أن يتم بالفعل طبعا إطلاق سراح كل الأسرى ضمن الجنود الإسرائيليين، والمقاومة صحيح يعني ستراوح حتى اللحظة الأخيرة، لكن الأمور ليست بهذه السهولة، حتى أن انضغط الاحتلال. اليوم يتحدث جانس أن الحرب قد تستمر أيضا 2 شهرين آخرين بعد الهدنة. إذا هذا يخالف ما قاله طبعا وزير الخارجية الإسرائيلي أولي كوهن، أنه نحن أمامنا قبل أسبوع قال نحن أمامنا 3 أسابيع، وبالتالي الأمور هنا ستأخذ منحنى آخر بعد إتمام صفقات تبادل الأسرى. إن أكملت بالفعل كل ذلك وأطلق سراح الجنود الاحتلال من طبعا مقابل إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين، حتى لو كان هناك هدى بشروط، الاحتلال في النهاية هو لا يريد أن تبقى أي مقاومة في غزة، وهو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا وغيرها من الكيانات المختلفة الغربية، وبالتالي أعتقد الأمر لن يكون سهل كما نتوقع. والهدف الاساسي هو القضاء على المقاومه بكل اشكالها، وحتى لو استخدمت اسلحه محرمه دوليا، والان يستخدم اسلحه محرمه دوليا. غزه ضربت بما يزيد عن 3 قنابل نوويه، رغم ذلك لا احد يتحرك. يعني نتحدث اليوم 14500 شهيد، نتحدث عن اكثر من 1100 منهم من الاطفال والنساء. نتحدث اليوم بكره او غدا عندما يذهب الناس لتفقد منازلهم ودويهم سيجدوا الفاجعه ان عدد الشهداء سيتجاوز غدا 20,000 بما فيهم أشلاء متناثرة على حدود قطاع غزة. كل ذلك كما حدث عام 2014 سيكون أمر مفجع، وأنا أعتقد كلما طال أمد الحرب كلما كان إجرام من قبل الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على طبعا على المقاومة في المستقبل. صحيح. طب احنا الحقيقه يعني عارفين ان عندك التزام دلوقتي يا دكتور ايمن، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور ايمن الرقب، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس. طب هرجع لك تاني يا دكتور علي لو لديك شيء تضيفي في هذا الموضوع. أنا أرجح أن لا يتم تسليم العسكريين الآن. أنت ترجح أن يتم؟ ألا يتم، وأنا أيضا أشاركك هذا، لأن أنا فعلا من خلال المتابعة تبين أن ورقة الأسرى لدى حماس يعني ورقة مهمة جدا وضاغطة جدا جدا، وأن حماس حركة حماس والمقاومة الفلسطينية تتعامل بذكاء حتى الآن، يعني حتى فيما يتعلق بالصدفة الجزئية المطروحة الآن أو التي قد تنفذ غدا، هناك حرص تقني وفني وتدريجي في إتمامها. إنه اليوم كل يوم 10 يعني أسرى لديها لإسرائيل مقابل كذا من الأسرى الفلسطينيين الفلسطينيات والأطفال القُصّر، فبالتالي هذا معناه أن حركة المقاومة لا تثق في إسرائيل ولا يمكن أن تسلمها هذه الورقة دون ضمانات ودون مطالب تتجاوز بكثير يعني حتى تبييض السجون. من الممكن أن يكون هناك ثمن سياسي لا بد وأن تدفعه إسرائيل، يتعلق بوقف إطلاق النار، وقف المذابح، التفاوض إلى آخره. طيب هرجع مرة أخرى لشيء قبل ما أطلع فاصل صغير، يعني شيء مبدئي يبدو مبدئي. إسرائيل تورطت في أول ساعات الهجوم 7 أكتوبر في أكاذيب وفي صورة نمطية أننا إزاء التنظيم الإرهابي الأسوأ في التاريخ، شقيق داعش، يعني مش حتى القاعدة، داعش. وكثير من الصحافة الأمريكية يعني قلل يعني قليلا من المشهد فقال أن دي 11 سبتمبر إسرائيل اللي هي قامت بها القاعدة. الآن ونحن نعلم جيدا أنه لم يحدث من الدول الغربية اللي إسرائيل بتعد واحدة أو تعد نفسها واحدة منهم تفاوض مع القاعدة أو داعش، فهل يا ترى التفاوض مع داعش الآن ده انعكاساته إيه على من وصف حماس والمقابل أنها داعش داخل المجتمع الإسرائيلي؟ نعم، أنا أوافقك طبعا، لأن هناك بعض التحليلات الغربية المغرضة التي وصفت عملية 7 أكتوبر، عملية طوفان الأقصى، ببيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر اللي هو هجوم ياباني على القاعدة الأمريكية. والمعنى المضمر هو ربط بين حماس وبين الفاشية العسكرية اليابانية، وربط بين حماس وبين القاعدة كتنظيم إرهابي. تمام. لكن ما هو أهم، حس إسرائيل على رد مشابه للرد الأمريكي سواء في الواقعة الأولى البيرل هاربر أو في هجمات 11 سبتمبر النووي أو احتلال أفغانستان كده أو الحرب المستمرة. نعم. لكن أنا أعتقد أن يعني التنظيمات كل المقاومين كانوا إرهابيين أساسا. هو يقدر يسوقها ازاي داخل الاسرائيليه؟ قدرت تسوق فعلا. ازاي سوقها الان داخل مجتمعه؟ لا لا لا, لا مع حلفائه غير قادر. هناك اصوات تقول ان اسرائيل تتفاوض مع يحيى السنوار اللي هو المطلوب الاول رقم 1، المطلوب الاول لدى اسرائيل، وده حقيقه والذي تبحث عنه في كل شبر او في كل مكان في غزه. فبالتالي انت لان هذه ردود افعال غير عقلانيه، وارتبطت ايضا برفع اهداف غير ممكنه للتحقيق. ان تعرف يا استاذ ان الولايات المتحده الامريكيه قالت ما قالت في حركه طالبان وغزت افغانستان، ولكنها بعد عقدين سلمت أفغانستان لحركة طالبان ذاتها وفرت هاربة صحيح على مرأى ومسمع من العالم. بلاش ده مثل يعني بعيد عننا شوية، لكن ياسر عرفات ورفاقه الأحراف ومنظمة التحرير الفلسطينية أثناء العدوان على بيروت عام 1982 ما هو أوحلوا باعتبارهم إرهابيين إلى تونس، خارج لبنان إلى تونس واليمن وكذا وكذا. نعم. لكن هو وكان محظور على المسؤولين الأمريكيين مقابلة ياسر عرفات باعتباره إرهابي، ومحظور دخوله الولايات المتحدة الأمريكية إلا للأمم المتحدة لما ألقى خطابه عام 1974. لكن ومع ذلك ياسر عرفات عاد إلى غزة، ومن خلال التفاوض وصفحه كلينتون وصفحه رابين، فبالتالي إسرائيل هي تقول ما تقوله الاستهلاك المحلي الداخلي، لكنها عمليا على رأس هذه الحكومة نتنياهو هو براك ماتي بشكل أساسي يعني، ولكنه يخضع لضغوط اليمين المتطرف. فمن ثم أنا في اعتقادي أنه هو يعني قد تكون إسرائيل مضطرة يوما ما للقبول بحماس. صحيح القبول بحماس ضعيفة، ولكنها سوف تكون موجودة ولا يمكن شطبها من المعادلة السياسية. طيب هنؤجل هذا الكلام بعد الفاصل، لأن لدينا كلام مهم فيه تعليقا على اتفاقية الهدنة ومدى احتمالات نجاحها أو فشلها. بستأذن حضرتك واستأذنك مشاهدينا الكرام، في فاصل قصير نرجع نكمل بعد حوارنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبدالعليم محمد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، بنواصل حوارنا مع الاستاذ الدكتور عبدالعليم محمد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والمتخصص الابرز في القضيه الفلسطينيه واسرائيل. دكتور عبدالعليم، احنا قلنا بنود الاتفاق اللي هو اعلن اليوم، وعايز اخد راي حضرتك في نقطه محدده. المقاومه الفلسطينيه اعلنت في اليوم الثالث او الرابع انها مستعده لتبادل شامل للاسرى او تبادل جزئي. نعم. على لسان متحدثها الرسمي. وما هو متوافر من معلومات بيقول انه هذا العرض قدم، وده قاله نتنياهو امبارح، منذ فتره الى اسرائيل، نفس العرض اللي قبل لكن بفارق يوم في الهدنه. ان بدل 4 ايام بقت، بدل 5 ايام مقترح بقت 4 ايام. حضرتك اسرائيل رفضت فكره الهدنه تماما منذ البدايه، تماما. وكلنا مدركين وحضرتك شرحت ده ان هناك ضغوط داخليه على حكومه الحرب في اسرائيل. لكن هل يا ترى ما يجري في الميدان في غزه، والنهارده المتحدث باسم حماس اعلن عن ارقام جديده، يعني اكثر من 300 آلية، ومركز المعاقين، جمعيه المعاقين في الجيش الاسرائيلي اعلنت انه هناك 400 موجودين في المستشفيات يعالجوا، 1600 راحوا لها الجمعيه فقط لاصابتهم باعاقات، وتتوقع ان اللي ما بلغوش الاف اخرى. هل الميدان كان له دور ولا الضغط الداخلي ولا الاثنين، وباي نسب؟ في قبول اسرائيل للهدنه. نعم، انا بس اريد ان اميز الاول بين طرح حماس في بدايات العدوان للافراج عن كل الرهائن والاسرى، والاجانب قالوا دول ضيوف عن دول ضيوف عندنا، انه كان لم يكن العدوان الاسرائيلي في كان العدوان الاسرائيلي في بداياته. صحيح. لم تكن تكشفت بعد نوايا العدوان على هذا النطاق الواسع والمتحرر من كل القواعد الانسانيه والاخلاقيه للحرب، ولم يكن قد اتخذ شكل الاباده الجماعيه كما نراها الان. فبالتالي عرض حماس كان مرهون بعدم تصعيد العدوان، ولكن الآن الأمر تكشف في الخطة الإسرائيلية، خطة التهجير وخطة القتل. هناك تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين أنه لا بد من قتل المدنيين، يعني قتل المدنيين في غزة لا يجيء نتيجة لأن غزة مكتظة بالسكان، أو لأن عناصر المقاومة مختلطة بالسكان، أو ما دون ذلك من الأسباب، لا، لأن المدنيين لأنهم يؤيدون المقاومة، ولأنهم لا يثورون ولا يشتكون من المقاومة. فبالتالي نحن إذا مشهد ميداني يعني عصيب، يعني طبعا عصيب بالنسبه للشعب الفلسطيني وبالنسبه للمقاومه الفلسطينيه، لانه ما فيش تكافؤ ولا تناظر في القوى، لكن في نفس الوقت ايضا هو اسرائيل وضعت نفسها في مأزق شديد الخطوره، انها لا تعرف كيف تنسحب ولا تعرف كيف تبيض وجهها امام العالم وامام مواطنيها. يعني هي الان تبحث عن صوره انتصار. انت تعرف يا استاذ النفق الذي صوروه وعملوه فيديو في مجمع الشفاء، نعم، وهدى باراك طلع وقال ان هذا النفق كان جزء من البنيه التحتيه التي قامت ببنائها اسرائيل تحت مجمع الشفاء. صحيح. عام 1973. فبالتالي لأنه كان واضح أنه نفق مهجور، أنفاق حماس بسم الله ما شاء الله مضيئة ومرتبة ومنظمة، لكن واضح حتى الآن أن إسرائيل لم تضع أيديها لا على شبكة الأنفاق ولا على أماكن العصر، هاجمت في الشمال وقالت أن المقر الرئيسي لحماس في الشمال وإلى آخره، ورأينا وطالبت الفلسطينية بالنزوح جنوبا. الآن هي تهاجم الجنوب بدعوى أن الأسر يحتمل أنهم يكونون في الجنوب ومقر قيادة حماس في تحت مستشفى الإندونيسي إلى آخره. فبالتالي إسرائيل تتخبط ودفع تتعصر ولا يعني بحاجة إلى ذريعة لوقف هذه الحرب. ده تقدير، لأن استمرارها على ضوء الخسائر التي أشرت إليها في بداية حديثك، العدد الكبير من الآليات وعدد القتلى غير المعلن عنه، صحيح. وعدد المصابين إصابات خطرة، هذا مؤشر في تفاقم الأزمة الداخلية، لأن نتنياهو سوف يرحل يعني، لكن استمرار هذا العدوان في مضاعفات خطيرة. طيب أنا هعود إلى أيضا الخسائر الإسرائيلية، وواضح أن لها يعني دور كبير في الدفع نحو القبول بالتفاوض مع داعش ومن قوسين حماس، أيوة طبعا، والتفاوض مع الإرهابيين اللي ما عملوش دولة في الدنيا غير إسرائيل، إذا صح الزعم إن دول داعش، وإلا فكل حركات المقاومه خاضت تفاوض، ده مؤكد، لكن مع الاقرار بانها خلاص حركه مقاومه. هرجع للارقام الاسرائيليه. احد المتحدثين العسكريين الاسرائيليين زعم من ساعات يعني ليست بالكثيره انه بيسال عن المدنيين، فقال لا احنا قتلنا لا يقل عن 4000 مقاتل من داع من من من, من حماس في هذا القصف. طبعا الارقام نحن لا نعرفها، لكن لو صدقنا الرقم احنا لدينا لغايه النهارده 15000 شاملين الاربعه، يعني في 11000 مدني قتلوا للوصول ل 4000 بيزعمهم، ومعاهم 7000 كمان مفقودين يعني شهداء، يعني عندنا 17000 شهيد غير مقاتل عشان يوصل ل 4000، و35000 جريح، وتدمير 65% من غزه وتجويع بقيتها. هل ده معتاد في الحروب حتى غير المتماثله؟ لا، نحن إذا حرب من نوع يعني استثنائي، لأن واقعة يعني طوفان الأقصى واقعة لها دلالات استراتيجية يعني على غرار ما حدث في حرب أكتوبر العظيمة كما أشرت، وبالتالي فالرد الإسرائيلي رد يعني جنوني، لأن هنا الضربة كانت في مقتل، يعني أثبتت هشاشة المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي تفاخر بها العالم، أنها الجيش الذي لا يقهر، وأن أنظمة المعلومات وأنظمة التجسس لديها قوية ومتطورة، بل تسوق لهذه الأنظمة في العالم كله من الناحية التجارية والاقتصادية، أنظمة بيجاسوس وغيرها. تبين أن كل هذا يعني في لحظة ما وعن طريق الخيال المقاومة وذكاء المقاومة وبأبسط الأدوات، تبين أنه يحبها على ورق. فبالتالي نحن إذا حرب يعني فيها جنون الانتقام، خاصة وأن يا أستاذ تأتي هذه الحرب في ظرف مش بس عملية الرد على طوفان الأقصى أو كده، ولكن أيضا لأن هناك مخطط كنت سبقا أشرت إليه في إحدى المداخلات مع حضرتك عن حسم القضية الفلسطينية، أن تحسم إسرائيل وتقوم بتصفية القضية الفلسطينية، ودي بيقدمها زعيم الصهيونية الدينية باعتباره أحد أركان التحالف الحاكم في إسرائيل، وإن هذه الخطة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والضم، يعني حتى ولو لم تتبناها الحكومة الإسرائيلية علنا، إلا أنها تقوم بتنفيذها فعليا قبل طوفان الأقصى في الضفة الغربية، صحيح. العدوان الدائم على المخيمات واقتحامات الدائمة للمخيمات وطرد الفلسطينيين والعدوان على المسجد الأقصى والانتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة، كل هذه الممارسات تصب في هذا الاتجاه. وجاءت يعني الحرب على غزة كما لو كانت يعني تتويج لذروة هذا المخطط واختبار لإمكانية تنفيذه. فطبعا رد كيدهم إلى نحرهم كما يقولون، لأنه وجهوا بموقف قوي وصمود وموقف عربي إلى حد كبير موحد ضد التهجير وضد العدوان. فبالتالي أنا اعتقادي أن هذه الحرب حرب منذ البداية فاشلة ولن تستطيع أن تنجز ولا واحد على يعني 10 من أهدافها المعلنة. طيب بمناسبة الموقف العربي، النهارده احنا تابعنا وحضرتك تابعت أكيد معانا الفعالية المصرية طبعا المباشرة والمركزة بعنوان يعني بليغ تحيا مصر وفلسطين. تمام. وشفت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله يعني ما تعليقك؟ يعني أنا لا والله أنا مش عايز أعلق كثير لكن ما أعرفش أنت. أنا لا أخفيك يعني أجابي بكلمة السيد الرئيس في هذا التوقيت بالذات ولي بعض النقاط المهمة التي أشار عليها الرئيس في خطابه أود أن أعبر عنها. أول نقطة هو إعادة تأكيد الرئيس على ما يربطنا ويربط مصر والمصريين بقضية فلسطين، أنها رابطة الدم والجغرافيا والتاريخ، وأن هذه الرابطة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. فبالتالي إن نحن يعني الرئيس بيقول أن الارتباط بالقضية الفلسطينية ليس مجرد أمن قومي ولا دفاع عن السيادة المصرية، ولكن ده ارتباط تاريخي جغرافي في تضحيات مشتركة اختلط الدم الفلسطيني بالدم المصري عبر المعارك التي خضناها سويا، سواء في غزة أو في 67 أو في 73 أو ما دون ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن إشارة الرئيس إلى أن ما يحدث في غزة وعدوان غزة يعني وصمة في جبين الإنسانية. صحيح. لأن أنا شفت في هذه الجملة البليغة والمختصرة والمركزة هو أن الرئيس يعتبر أن الجريمة في غزة سواء كانت جريمة الإبادة أو العقاب الجماعي أو قتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة ليست فحسب جريمة إسرائيلية ولكنها جريمة دولية. جريمة دولية بمعنى التواطؤ الدولي، بمعنى القوة التي أيدت إسرائيل ومنحتها رخصة القتل من خلال تبني السردية الإسرائيلية إن دي داعش ولا بد من القضاء عليه. صحيح. فهذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فهو حرص الرئيس على أن ردود الفعل على العدوان لا ينبغي أن تقودنا إلى غضب وسخط على الغرب بكل ما فيه وما فيه وكل من فيه. لا، لابد أن بإشارته للإنسانية المشتركة معناها أن هناك قيم مشتركة نحن نؤمن بها وهي قيم إنسانية وغربية وحضارية شاملة، لكننا تحفظنا على انتهاك هذه القيم، قيم الكرامة والمساواة والحرية، انتهاك هذه القيم وتطبيقها بمعايير انتقائية في مكان دون آخر. نطالب بتطبيق هذه القيم بمعيار موحد في كل الحالات. فبالتالي أنا هذه نقاط يعني مهمة جدا جدا في السياق الحالي، فضلا طبعا عن تأكيد مبادئ الدولة المصرية المرشدة للأداء، لأن الأداء ده ما بيجيش يعني بشكل عفوي أو تلقائي أو ردود فعل، لكن بيجي على ضوء خطة فيها مبادئ. المبدأ الأول هو تحميل الاحتلال مسؤولية ما حدث، مسؤولية طوفان الأقصى، وإنه هو استمرار الاحتلال واستمرار انتهاكات الاحتلال طوال هذه العقود هو السبب، وفي نفس الوقت أيضا تجاهل المجتمع الدولي لحل الدولتين وتواطؤه وعدم تنفيذه للقرارات الدولية هو أحد الأسباب، وإن الدولة المصرية في مواجهة كل هذا يعني صارعت بطرح حل الدولتين يعني على غرار الطرق على الحديد وهو ساخن. صحيح. اليوم بعد أسبوع من العدوان الدولة المصرية عقدت قمة القاهرة للسلام. نعم. ورغم الخلافات التي كانت موجودة لكن كان تأكدت الرؤية المصرية والعربية لحل الدولتين وللحل الوحيد الممكن والمعترف به عربيا ودوليا. من حضروا يعني من الدول الأوروبية لم يوافقون هم أحرار، كانوا عايزين إدانة الحماس، هم أحرار، لكن الموقف وصارت الدولة في هذا الاتجاه، سواء تعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية وكمان أيضا حظر التهجير والموقف الحاسم من التهجير ومن تصفية القضية الفلسطينية. وهذه المبادئ هي التي يعني تحظى برضا شعبي وتحظى بالفعل بالتقدير من العالم، لأن العالم نفسه بقى يجرم التهجير القسري. صحيح صحيح. أنا الحقيقة الوقت خلص، لكن أنت يعني خير ما ختمت بهذا التحليل المهم اللي انا يعني استفدت من الدكتور عبدالعليم، انه وده يعني اعطاني ان مصر مش تتحدث عن نفسها، مصر تتسق مع نفسها. والله، لانه ما قاله الرئيس السيسي في اشاره للتاريخ والى الجغرافيا والى كل ما هو ثابت في مصر منذ ثلاثه ارباع القرن. صحيح. على الاقل، وبالتالي مصر لم تخرج ولن تخرج من ثوبها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، على تشريف حضرتك لينا. شكرا. مشاهدينا الكرام، خلصت حلقتنا النهارده كده، بنتابع مع حضراتكم بكره ان شاء الله ان كان لنا عمر بقيه التطورات في قطاع غزه وفي المنطقه كلها. تصبحوا على خير.